أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد النجاح كفاءات قطرية. وكما عودناكم أن نختار لكم نخبة رجال الأعمال من داخل قطر، رحبوا معنا لهذا اليوم برجل أعمال جديد وقصة نجاح جديدة. قصة نجاح جاءت اليوم من دولة سوريا الشقيقة إلى قطر الحبيبة. معنا رجل الأعمال الأستاذ مهند حيدر، صاحب ومؤسس شركة أم بي فور للديكور. أستاذ مهند، يسعد مساء. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ونورتونا عندنا في المكتب. أستاذ مهند، احنا في البداية نتشرف فيك كثير تكون ضيف شرفنا معنا اليوم فيكم. في برنامجنا على شاشتنا على قناتنا. يعني قبل ما نفوت ونحكي في مسيرتك داخل دولة قطر ونحكي عن البزنس ونحكي عن تجربتك، يعني حابين نتعرف عليك أكثر، واليوم السادة المشاهدين حابين يتعرفوا عليك أكثر بعيدا عن الألقاب وبعيدا عن الأسماء. اليوم وأنت ما شاء الله غني عن التعريف، اليوم حابين نعرف من هو مهند. اسمي مهند خضر حيدر من سوريا، عمري 42 سنة، مواليد 1982. دخلت قطر بال2005. السوق القطري يعني أنا بسميه سهل الممتنع، سهل إنك تشتغل فيه وسهل إنك تفتح شركة فيه، بس من الصعب إنك تستمر. هذه من اقوى شيء انك انت تفتح بزنس بقدر انك تستمر، لانه في عندك شركات عملاقة، شركات لها سنين انت جاي دخلت بينهم. اذا ما عندك ليفل حد لجودة الشغل، لمعايير شغل، لاسعار تنافسية، مستحيل انك تقدر تكمل في السوق. اشتغلنا في شركات جدا كبيرة في البلد، في قطر، شركات ديكور عملاقة، تعاقدنا مع شركات جدا كبيرة، والحمد لله رب العالمين، فضل ثقتنا بحالنا قدرنا نسلم مثلا مشاريعنا كلها بدقة، بجودة، بالوقت المحدد. وطبعا انت عارف هون التسليم ما حيكون زي ما نقول اي كلام، تسليم مهندسين استشاريين على من معايير على عالية. معايير عالية جدا. فإذا ما كنت أنت من الأشخاص اللي تقدر تقدم هذا الشيء، ما كنت ما يعني ما حتقدر تستمر. والحمد لله نحن اجتزنا كل هذه المراحل وطلعنا الحين نحن بشركة أم بي فور للديكور. شركة أم بي فور هي أعمال التصميم الداخلي، تنفيذ أعمال التصميم الداخلي، كل شيء ما يتعلق في التصميم الداخلي موجود عندنا. عندنا قسم المفروشات، قسم الديكور، بالإضافة عندنا قسم الفوم الخارجي، ديكورات الفوم الخارجية، من الستائر، تنجيد المفروشات، ورق 3D. نحن بيميزنا نحن بـ أم بي 4 ورق جدران 3D، الفينيل مش متوفر في كثير من الشركات، مش متوفر. نحن من الاوائل اللي دخلناه على قطر، ورق جدران 3D. بالاضافه بالنسبه للمفروشات، الحمد لله يعني نحن نشتغل بافضل الاقمشه اللي موجوده في السوق والمستورده. يعني عندنا امكانيه ان نحن نستورد اقمشه من برا قطر، خصيصا لشغلنا الخاص نحن. يعني هذا الحمد لله نحن بيميزنا عن غيرنا. اول شيء سرعة التنفيذ، دقة الشغل، الالتزام بالمواعيد، والحمد لله اسعارنا تنافسية مقبولة عند الجميع. والشمولية بعد، نعم نشمل كل شيء، يعني كل شيء ما يتعلق في الداخل، في قل لك بالديكورات الداخلية نحن موجود عندنا، من جبس، صبغ، ستائر، تنجيد، خزائن الملابس، ورق الجدران، الباركي، كل شيء يشمل عندنا شيء داخل البيت موجود عندنا الحمد لله. بالنهاية وبنرجع للأول، يعني بنقدم الشكر للأمير الوالد والشيخ تميم على الشيء اللي ما يقدموه لحتى نحن نقدر نستمر في اللي نحن موجودين فيه حاليا. هلا كشركه ام بي 4 باذن الله تعالى عندنا نحن حاليا دراسه جدوى لانشاء مصنع
تلبيس الفوم الخارجي. هذا إن شاء الله خلال 4 أو 5 شهور بكون إن شاء الله صار على أرض الواقع. لا زي ما قلت أنت تقريبا رؤية الشيخ تميم 2030، فنحن أنا في السوق القطري أنا شايف قطر وين بعد 5 سنوات ولا بعد سنة، شايفها. فأنا بدي أكون زي ما قلت لك نحن مواكب. مواكبين للتطور، لازم دائما تضل متواكب معه. فنحن متواكبين معه حنعرف نستبق الأحداث، ندخل بحيث إنه يوم اللي تيجي 2030 نكون نحن مستعدين جاهزين لهذه اللحظة. نحن هون في شركة ام بي فور عندنا عدة أقسام. كان عندنا قسم الديكور، عندنا قسم الفوم الخارجي، عندنا قسم المفروشات. كل شخص له شغل مسؤول عن قسمه، هو بيدير عمله، بيدير مع موظفينه، مع الأفراد الشغالين معاه. وطبعا الحمد لله نحن هون كلاتنا كعائلة وحدة، ما نتعامل كمدير وكموظف، لا. كل شخص هو عارف كيف يتعامل مع موظفينه على أساس إنه نحن نقدم أفضل خدمة للزبون، العامل اللي يطلع على الشغل يكون مهيئ نفسيا، مرتاح نفسيا، هالأمور هذه. يكون العامل ما عنده أي ضغوطات لا من جهة الشركة ولا من جهة صاحب الشغل ولا من جهة مرؤوسه في الشغل. فهذه نحن بنحرص عليها، انه يكون كل الناس كلاتنا ايد وحده، لانه بالنهايه الفائده بتعمل الكل. ايوه، هدف واحد. هدف واحد، وزي ما قلت لك الهدف واحد والفائده راح تعم على الكل. بس بحسب السوق القطريه اللي انا موجود فيها، انا بشجع اي شخص قادر انه يفتح استثمار يستثمر في قطر يجي يستثمر، لانه بلد مفتوحة. زي ما قلت لك بنشكر القيادة وكل شخص فاتحين المجالات التجارية كاملة، ما عندك اي شيء. بدك تستورد استورد، الاستيراد مفتوح، بدك اي نشاط تجاري تقدر تشتغله مفتوح له الشغل. فهمت علي كيف؟ فأنا بشجع أي شخص عنده فكرة عنده شيء بده ينفذها على أرض قطر كمستثمر. والحين الحمد لله كأنت كمستثمر أجنبي، الدولة والعاملين عليها الحمد لله فتحوا موضوع الاستثمار كأجنبي 100%، أنت قادر تفتح مشروعك الخاص 100% لك. كل الشكر والتقدير زي ما قلت في بداية حديثنا لباني قطر الحديثة وواضع حجر الأساس، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طال عمره وحفظه إن شاء الله، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللي استكمل خطوات أمير الوالد بخطوات هامة وهادفة ومدروسة، وصلت قطر ل لا لا يعني ابعد من العالميه. يعني نحن الحين ما في اي شخص في العالم ولا يعرف شو هي قطر. طبعا هذا ما اجى من فراغ، اجى من ال من 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 القياده الحكيمه، من ال يعني من الدعم اللي قدمته القياده الحكيمه للدوله عشان تنهض النهضه اللي هي موجوده فيها. طبعا هم اشخاص كثير، لكن في اشخاص
بوقفوا معك بالنقاط الحرجة اللي أنت بتمر فيها. يعني مثلا أنا في عندي مثلا أخي الكبير، طبعا بيكون هو اللي حط زي ما يقول رجلي في بداية اللي ما أنا عليه. وطبعا بشكر زوجتي جدا، وقفت معي مواقف لا تنسى صراحة يعني. كمان بحب أتوجه بالشكر للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أطال عمره، لأني أعتبره أنا المثل الأعلى والقدوة إلي. الشخص الناجح اللي عمل من قطر من لا شيء إلى كل شيء. الحوار مع حضرتك لم يمل هنا، وإن شاء الله بشوفك في مناسبات قادمة، في إن برامج شاء تلفزية الله قادمة، إن إن شاء شاء الله في الله. مراتب أسمى وأعلى إن شاء الله يا رب. نتشكرك كثير على وقتك الطيب يعني، ونتشكرك على حضورك معنا، ونتشكرك على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، ونتشكرك على دعم برنامجنا وهذا النجاح في القطرية. شكرا. كمان أنا بتشكركم إلكم، بتشكر برنامجكم، بتشكر كل العاملين على البرنامج عندكم. طبعا لا ننسى دائما الجندي المجهول، الجندي الخفي. ايوه الجندي الخفي اللي ورا الكاميرا، نتشكره ونتشكر الأساتذة اللي موجودين هون اكيد، معانا. ونتشكرك كمان ان شاء الله عليك. ويعطيكم ألف عافية الله وما يعافيك، قصرتوا والله. الله يعافيك يا رب. ما شاء الله عليك، كلامك جميل. وان شاء الله نشوفك في مناسبات قادمه، في برامج تلفزيونيه قادمه ان شاء الله يا رب. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيكم.